من يذكر العلماء قصة الحديث الذي جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي قال لأولاده إذا أنا مت فاحرقوني ثم ذروني في يوم عاصف، على اختلاف الروايات. فأمر الله سبحانه وتعالى البر وأمر البحر فأقامه، قال: ما حملك على ذلك؟ قال: خشيتك يا رب. فهذا الرجل كان جاهلا بالله سبحانه وتعالى على أن يقيمه، أن يعيده، أن يبعثه، أن يستطيع أن يجمع ما في البر وما في البحر. فإذا يعذر الإنسان بالجهل. قلت أنا سابقا في القاعدة: كل ما أمكن للمكلف دفعه لا يعذر به. لكن إذا كان حديث عهد الإسلام، إذا جاء من الصحراء، إذا قصر العلماء في تبليغ الدين وانتشر الجهل والبدع ومات الإنسان، هل هذا الإنسان عند الله معذور أم غير معذور؟ هل أنا أكفر هذا الإنسان بمجرد جهله؟ قل: لأنه جاهل أكفره؟ لا. فينظر هل هو جاهل أم عالم.